يقومون بتعبئة هذه الجوالين بالمياه غير معروفة المصدر ومن ثم تفريغها في هذا الخزان. طبعا هذه الجوالين يتم إحضارها لتعبئة تلك المياه ومن ثم وضع الملصقات عليها وتعبئتها. يتم إحضار هذه الجوالين من إحدى المواقع الغير معروفة ومن ثم تعبئة المياه فيها وبيعها عن طريق هذه السيارات. أثناء الدخول إلى الاستراحة تم القبض على 4 أشخاص من إحدى الجاليات العربية يقومون بدور التعبئة وكذلك وضع الملصقات ومن ثم يستخدمون هذا الموقع. بعدين على القماش هذا تنزل الموية عشان تذكر الموية كأنها زمزم، بعدين يتم التعبئة هنا. الخطوة الثانية وضع الاستكار. الخطوة الثالثة وضعها في البلاستيك. الخطوة الرابعة هذه شو تسوي المادة دي؟ تغلقها. الآن جاهزة للبيع جديدة. الخطوة الأخيرة وضعها في هذا الكرتون ومن ثم يتم بيعها. بفضل من الله بفضل من جهود رجال الدولية الأمنية كما تشاهدون جاهزة للبيع. أكثر من 3000 جالون جاهز للبيع. وفضل من الله بفضل من جهود رجال الدوريات الأمنية تم القبض. طبعا هذه جاهزة بعد للبيع بس ما كملوها. رجال الأمن دخلوا الموقع قبضوا على المتواجدين في الاستراحة. لا سويها. فتحت العبوة كأنها جديدة. أعطيني الاستكرات جيب لي معك. طبعا هذا اللي يسوي في عملية التزييف. الاستكر الحقيقي يكون بلاستيك، هذا ورق. الاحتراف في التزوير وجود هذه الكراتين، كذلك طباعة مخصص النقل جوا والموقع الإلكتروني. هذه شكل الكرت.